بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبني دولة، بنى الدولة على حب الدنيا، بنى الدولة دي مع ناس كل همها جمع الفلوس، أبدا. أول ما بدأ بنى مسجد يجمع الناس فيه، يتحدث فيه مع الناس، يخرج من هذا المسجد كل النور، الأمور الدينية والعقائدية والسياسية والاجتماعية، كل الأمور تطلع من المسجد. بنى أول مسجد في الإسلام مسجد قباء، بنى المسجد ده وقال فيه صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمره. سبحان الله العظيم. أول مسجد مسجد قباء، اللي بيتوضى ببيتهم أو يروح يتوضى في المسجد هناك ويصلي أي صلاة فيه، صلاة فريضة نافلة، أي صلاة يصليها في مسجد قباء كأنه خد أجر عمره. سبحان الله العظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي مسجد قباء كل يوم سبت، وأهل المدينة بيروحوا مسجد قباء كل يوم سبت برضه، كله بيجري على الخير يا أخوانا. خلاص الدنيا شبعنا، واللي ما شبعش منها هيشبع منها، كله بيعمل لبكره النهارده، كله بيعمل اليوم اللي هينام فيه جوه القبر، مفيش حاجه هتنفعه. اللي بيروح مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين او اي شيء خد اجر عمره كامله. سبحان الله العظيم. ده كان اول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم في الاسلام. اهل السعوديه والمملكه وسعوا المسجد ده، خلوه 5035 متر، يعني ما شاء الله عملوه 5 كيلو، المساحة بتاعته والباحة بتاعته كله 13500 متر، يعني ما شاء الله، يعني ليه الأربع مآذن، كانت مئذنة واحدة بقى ليها 4 مآذن. ومسجد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تدخل المسجد هناك الله أكبر. مسجد قباء أول مسجد. يبقى أول شيء عشان نأسس دولة نأسسها بالعقيدة السليمة، مش نأسس الدولة كده هو بشوية حيطان وشوية بتاع وشوية أفراد وشوية كل ده، ماليش لازمة. أول شيء تأسس به الدولة العقيدة الصحيحة، حرية العقيدة والديانات، كل واحد يعبد ربنا زي ما هو عايز. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. سبحانه وتعالى ربنا لو كان عنده، او لو اراد ربنا سبحانه وتعالى ان يخلي كل الناس دي مسلمين كان خلاهم كلهم مسلمين، ولكن ارادة ربنا ان يبقى على الارض مسلم وكافر ومشرك ومش عارف ايه ومسيح ويهودي ودرز، ارادة ربنا، احنا هنتحكم في ارادة ربنا؟ ربنا لو شاء كان جعل كل الناس هي امة واحدة، مسلم كله مسلمين، انما لا يا اخوانا، لازم يبقى في طوائف كذا وطوائف كذا وطوائف كذا، دي حكمة ربنا في الكون مش بتاعتنا احنا. عاوزين كل الناس تبقى مسلمة؟ يبقى انت كده هو عاوز بقى اله تاني وعاوز شرع تاني، ده ربنا مش ما قرتش بكده. ده ربنا ساب كل الناس كل له عقيدته وشرعه ودينه، هم حرين. وقال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هم حرين بقى، كل واحد حر. يبقى إرادة ربنا إن الأرض يبقى عليها أشكال وعقائد مختلفة، دي إرادة ربنا. يبقى بنى المسجد، بعد ذلك أراد أن يبني اقتصاد، قال لهم: لكم سوق يسمى بالمناخة، يعني عمل لهم سوق، بدأ السوق ده من مسجد الغمامة غرب المسجد النبوي مباشرة اللي راح للمدينة، هيلاقيه عبارة عن مسجد بينه وبين المسجد النبوي مفيش حوالي بتاع 100 متر. مسجد الغمامة من الناحية الغربية، بيبدأ سوق المناخة للمدينة من أول مسجد الغمامة ده إلى ثنيات الوداع شمال المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: لكم هذا سوقكم، ده المكان اللي انتوا الاقتصاد بتاعكم هيرتفع منه. ما انت عم تبني دولة، تبنيها بالعقيدة، تبنيها بالاقتصاد، ده سوق ليك، وليك ان اهل اليهود لهم سوق كتيرة، قالوا مو ده سوق كنت يا اهل المدينة.
ده السوق بتاعه اسمه المناخة، ده أول سوق أنشأه المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما نزل المدينة ليرتفع اقتصاد البلد. ما هو اقتصاد البلد أو قوة البلد وضعفها بيقاس باقتصادها، قوة الجنيه أو ضعف الجنيه باقتصاد البلد. كل ما كثرت العمل والتجارة والزراعة والصناعة وانتشرت المصانع وانتشرت الأيدي العاملة وكله اشتغل، هنبقى أسياد العالم. لكن هننام ونقول هناخد مرتب آخر الشهر ومش عارف ايه، وعندنا 6 مليون موظف حكومي معرفش بيشتغل منهم 20% والباقي معرفش ايه، وكله نايم وكل المهم آخر فخر الشهر اخد مرتب ماليش دعوة. طب وده اسمه كلام؟ ازاي هنرتفع وازاي اقتصادنا يوصل كذا وكذا وكذا وكذا؟ احنا بس منتظرين شويه الابار لما يطلعوا شويه الحياه، لما منتظرين لما يجي حد من بره يدينا عشان نبني احنا ونعمل. طب ما نجتهد. يبقى اقتصاد بعد ما بنى المسجد وبنى لهم الاقتصاد بتاعهم، قال لهم اهم شيء بقى بعد ما عملنا ده كله عاوزين نحب الحب بقى، نعمل وثيقه تجمع القلوب كلها، نعمل دستور للأمة يلم كل الطوائف. كانت في المدينة طوائف من اليهود من المسلمين من المشركين، كان المسلمين يعادلوا 1500 واحد، قرابة 1500 مسلم. اليهود كانوا يقتربون من 4000 يهودي، المشركين كانوا قرابة 4500 مشرك، يعني كان المسلمين تقريبا 1500 في المدينة كله من 10,000 شخص، يعني كانوا قلة. بعد ذلك أصبحوا كثرة إلى أن عم الإسلام المدينة بأسرها، إلا جزء بسيط مكث على يهوديته. يبقى كله، يبقى نعمل إيه؟ عاوزين بقى حرية العقيدة، حرية الديانات، حرين. عمل لهم دستور كفل الدستور الحرية الدينية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية لكل الطوائف. اليهود أمة، المشركين أمة، المسلمين أمة. اللي بيعتدي على مسلم زي يعتدي على يهود، زي يعتدي على مشرك، زي يعتدي على أي حد، كلهم سواسية. لما قعد يشوف المرجعية إيه، قالوا دستور مدني بمرجعية إسلامية. النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يستبد برأي أتى بزعماء اليهود وزعماء المشركين، تعالوا لو اختلفنا إحنا الثلاثة في حاجة معينة نرجع لإيه؟ اليهود قالوا طب نرجع للتوراة. طب ما المشركين مش هيرضوا. المشركين قالوا طب نرجع لمين؟ للآلهة بتاعتنا. طب ما اليهود مش هيرضوا. فاليهود والمشركين الاثنين قالوا إن اختلفنا في أمر نعود إلى الله ورسوله. سبحان الله العظيم، هم اللي اختاروا بنفسهم. لو اختلفوا في أمر من الأمور المرجعية بتاعتهم تبقى كتاب ربنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالهاش من نفسه النبي صلى الله عليه وسلم، ده خد رأيهم. ولما قعد يعمل الدستور جاب المهاجرين والأنصار وقعد معاهم، بعد كده جاب اليهود وقعد معاهم، جاب المشركين وقعد معاهم، وجمع الطوائف كلها وعملوا الدستور كلهم مع بعض. هذا عدل الإسلام، ولذلك عاشوا كلهم في أمن وأمان في عهد الإسلام. يبقى دستور، اقتصاد، مسجد، حب. الحب بين الكل. عشان أسس دولة يبقى يجب أن الكل يبقى لحمة واحدة، إيد واحدة، يتعاون الكل على البر والتقوى. يبقى الكل في واحد. علشان أسس دولة قوية يبقى كلنا ايد واحدة، ما يشذش عننا حد. الذي يشذ عن المجموعة بيبقى منبوذ من الكل ومعروف لدى الكل، ولذلك يلاقي الكل بيقاطعه، سبحان الله العظيم. لذلك الحب والود يجب ان يعم. يبقى عشان اسس دولة يبقى في حب. طب الحب يأتي من ماذا؟ من العدل. يبقى تأسيس دولة كمان بايه؟ بالعدل. إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت ظالمة، ويخذل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. يعني إن كانت دولة كافرة بس فيها عدل ربنا ينصرها، وإن كانت دولة مسلمة وفيها ظلم
ربنا يخذلها. سبحان الله العظيم. يبقى العدل، يبقى الحب بيجي منين؟ من العدل. طب عايز اعمل مقومات تاني للدولة دي، هي عاوز اخلي الدولة دي قوية اكتر بعد العدل او بعد الحب الذي يأتي بالعدل. نأتي الى امر اخر، الا وهو حرية العقيدة. طب حرية العقيدة دي تأتي من قلوب وعقول متفتحة. عاوزين علماء، عاوزين مشايخ يقولوا كويس، عايزين علماء لا ينتمون إلى طوائف، عايزين علماء ما ينتموش إلى سياسة أو ينتموا إلى طائفة معينة من السياسيين أو الأحزاب. عاوزين علماء دين يعرفون دين وسياسة، لأن عالم الدين ما كانش يعرف سياسة يبقى ملوش لازمة خالص، لأن الدين جزء من لأن السياسة جزء من الدين. النبي عليه الصلاة والسلام كان رجل دين ورجل سياسة، الصحابة كانوا رجال دين ورجال سياسة واقتصاد واجتماع كل الأمور الحياتية. يبقى رجل الدين ده ما كانش ملم بالسياسة يبقى يقعد في بيتهم أحسن، يبقى كفاية لحد كده، يبقى اللي هيقوله للناس مردود عليه هو. يبقى عاوزين علماء سواء كانوا علماء مسلمين أو أقباط، عايزين ناس يتكلموا للناس بطريقة وسطية، له نايم خالص وله قوي خالص يتكلم بوسطية. الإسلام أصلا دين وسطية وأوصى على كل الديانات. يبقى العقيدة السمحة بعلماء كلهم يعرفون الله، ده عشان أبني دولة لازم يكون في مشايخ وعلماء وأقباط ورجال دين مسيحي ويهودي، كل دول هم موجودين بس يتكلموا بالوسطية علشان نبني دولة. يبقى لما جم يبنوا الدولة يا أخوانا ما بنوهاش بالعنفوان ولا بالقوة، ما بنوش الدولة دي هي بالاستبداد، ما بنوش الدولة دي هي بالكره أو الجبروت على الناس، بنوها بالحب، بنوها بالعقيدة السمحاء، بنوها بالاقتصاد. مش كل واحد معاه فلوس خد الفلوس دي وركنها النفس ونام عليها، لا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله هو ولي الذين آمنوا، ربنا هو الولي بتاعك، هو السند ليك، ربنا هو المعين ليك، هو الذي يرشدك إلى الخير، يخرجك من ظلمات الكفر والجور والظلم إلى نور الحق واليقين والطاعة، يخرجك من ظلمة نفسك إلى نوره سبحانه وتعالى، يخرجك من ظلمة نفسك السيئة وداخلك السيء إلى جوهره المنير. الله سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى نور الإيمان، والذين كفروا وطغوا وبغوا وظلموا وعاثوا في الأرض الفساد أولياؤهم الطاغوت، الدنيا والشيطان والنفس والهوى، هم أولياء هؤلاء، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، من نور الإيمان والطاعة إلى ظلمات الشرك والمعصية. هؤلاء الذين فضلوا الدنيا، يقول لقمان لابنه وهو يعظه يا بني إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله وحشوها الإيمان وشراعها التوكل على الله لعلك تنجو وما أظنك ناجيا. الدنيا بحر عميق غرقت ناس فيه كتيرة جدا،
خلي سفينتك في الدنيا دي تقوى الله، حشو السفينة دي الإيمان، شراعها التوكل على الله عشان تنجو من الدنيا دي، اتجي ربنا سبحانه وتعالى. خلي قلبك مليان بالإيمان، خلي الجوارح بتاعتك دي كلها في طاعة ربنا، توكل على الله في كل أمور الحياة، لعلك تنجو من هذه الدنيا ومن شرورها وما أظنك ناجيا. ده لو حتى عملت دول كلهم ما أظنك ناجيا. يمر المصطفى صلى الله عليه وسلم هو وصحابته الكرام على مكان للقمامة في المدينة، فيجد جديا أسك ميت، يعني ودانه صغيرة وميت وملقى على القمامة، فأمسك بأذنه وقال لصحابته الكرام: من لكم هذا بدرهم؟ من يشتري الجدي الميت ده الأسك صغير الأذن بدرهم واحد؟ قالوا: وما لنا يا رسول الله، نعمل به ايه يا رسول الله؟ قال: أيكم يشتريه؟ قالوا: إن لم يكن به شيء فيكفيه أنه أسك، يعني حتى لو هو صاحي هنبص له دانه الصغيرة دي مش هنشتريه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: إن الدنيا أهون على الله من هوانها، من هوان هذا عليكم. الدنيا دي اللي انتم باوطين فيها دي وبعتوا الآخرة بسببها أهون على ربنا من الجدي اللي انتم مش راضين تبصوا له حتى دوا. يبقى لا تعدل عند الله جناح بعوضة، لا تساوي شيء. اللي بنتقاطع عليها النهاردة دي، اللي معادين أهلنا بسببها دي، اللي الإنسان كره أبوه وأمه وأخواته وقرايبه بسببها، ما تساويش عند ربنا حاجة، ما تساويش عند ربنا جدي ميت أسك صغير الأذن. عندما يمر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه ويقول لهم: ما رأيكم بهذا؟ قالوا: رجل من الأغنياء من الأشراف، حري له إن تكلم أن يسمع، وإن خطب أن ينكح، وإن أمر أن يطاع. مر عليهم واحد تاني كده هو غلبان: ما رأيكم في هذا؟ قالوا: إنه من فقراء المسلمين، حري عليه إن خطب ألا ينكح، وإن قال ألا يسمع، وإن أمر ألا يطاع. ده رجل فلوس كتيرة ومعاه وبتاعه ما شاء الله، بقى رتبة ودرجة وفلوس وعمدة وكذا وكذا ومعاه، ده لو أي كلمة يقولها الكل يقول له سمعا وطاعة. والغلبان الفقير ده هو: لا أروح أخطب بنتك يا عم، روح شوف لك مكان تاني، تعالتك حاجة أصلا. سبحان الله، أول ما يخش ابن الغالي المسجد يعمل اللي هو عاوزه، ما حدش بيقول انت بتعمل ايه. واول ما ابن الفقير يقف اقعد قاعد انت، هو ده لحالك، ما اللي معاه عيل يلمه. لكن لما يدخل ابن الغني الكل يعمل له احترام، حتى لو لعب فيه وكسر فيه وعمل ايه. ما سبحان الله العظيم، ما دي طبيعه بشريه عاوزين نغيرها، ما ده سلوك مش حضاري اصلا. الكل عند ربنا واحد. لما النبي صلى الله عليه وسلم بنى الدولة عدل بين الكل، ما خلاش ناس معاها ملايين وناس بتروح تصايب بالملايين ويمشوا شبه عراية على الساحل الشمالي ولا البتاع، ويبقوا ماشيين ما حدش لممهم خالص، بنات لا يتعدى عمرهم 16 ولا 17 ولا معرفش ايه، شبه عراية. انا اخشى على هؤلاء ان يأتيهم تسونامي مرة اخرى، ولا يكون تسونامي ماء، في كذا تسونامي ممكن يجعل الناس دي يصيبهم الله بعذاب من عنده. مش معاهم فلوس يصيفوا، يروحوا هناك شبه عرايا، ينتشر هناك الجهل. ما مين اللي بيروح هناك؟ اللي زي حالاتنا اللي مش لاقي ابدا، اصحاب الفلوس والمليارات والملايين بيروح هناك شبه عرايا، وده ما يرضيش ربنا. في دولة مسلمة مرجعيتها دولة مدنية، مرجعية إسلامية،
لا يليق. ومش كل حاجه هنحملها للرئيس، كل حاجه النادي فيه الرئيس، يا رئيس يعمل، يا رئيس هو الرئيس فاضل ده ولا ده ولا ده ولا ده، فين المسؤولين هم اللي يتكلموا؟ مش كل حاجه نقول الرئيس بقى يا رئيس، ما احنا بنناشد رئيس في كل صغيره وكبيره وبيلب اللي بيستطيع عليه. فين الناس المسؤوله عن الكلام ده؟ معاهم فلوس يبقى يعمل اللي هم عايزينه، مش كده برضه؟ يعمل اللي هم عايزينه في الدنيا، زي ما يطلع واحد يقول لك احنا، ومطرب كبير يقول لك احنا هنتعذب دنيا واخره، ما كفايه بقى في الاخره، سبحان الله العظيم، بيحكم على روحه انه هيتعذب في الاخره، سبحان الله العظيم. فقال له ده راجل غني، لو معاه خلاص، ما معهوش ما يلزموش. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول لهم ايه؟ يشاور على الفقير ويقول لهم هذا خير من ملء الارض من مثل هذا. الفقير ده افضل من ملء الارض من الغني، يعني لو ارض اتملت اغنياء كلها، والفقير ده افضل عند ربنا من كل الاغنياء دول. الفقير عارف ربنا، الفقير بياكل اللقمه وبيحمد عليها ربنا، الفقير بيرضى باي هدمه يلبسها، باي لقمه ياكلها، باي عيشه يعيشها، باي مرتب. الغني عاوز تاني وتاني وتاني وتاني، عايز عربيه احدث موديل وشقه في المكان الفلاني ولبس في كذا وعطور كذا ومرتب، وما ينفعش يجيب عليه تاني وتاني وتاني، وما بيشبعش، لن يملا في جوف ابن ادم الا التراب. لكن الفقير ده اي حاجه بتعشيه وبتغديه وبتنيمه وبتقومه، تدخل بيت الفقير ده رجلك تغوص في الطين لتحت، ويقول لك اقعد اتفضل اشرب، واقعد، ويوكلك ويشربك شاي وكل حاجه، وتروح بيت الغني يقابلك من بره البيت، يخاف تدخل عنده البيت تشرب كوبايه الشاي تقل شويه الميزانيه عنده. لا اله الا الله. يبقى الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضه، وان كانت تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافر شربه ماء. فالدنيا عدو لله، عدو لاولياء الله، عدو لاعداء الله. عدو لله لأنها قطعت على العباد طاعة الله، أبعدتهم عن ربنا. ربنا ما بيحبش الدنيا. تأتي يوم القيامة تقول يا رب اجعلني لأخس أهل الأرض. الدنيا تقول لربنا، تتزين في كل فئة بهزينة، وتقول له اجعلني لأخس أهل الأرض. يقول لها لا أرضاك لأحد، كل الزخرف اللي عليها دي لا أرضاك لأحد، اذهبي هباء منثورا. وفي رواية أخرى اذهبي إلى النار. تقول أنا وحدي يا رب، إذن ومن معي؟ واللي حبونه ومشوا معايا. يقول لها أنت ومن معك، اذهبوا إلى النار. هذه الدنيا عدو لله، عدو لأولياء الله. ليه عدو لأولياء الله؟ لأنها تزينت ليهم، صبروا على الزينة بتاعتها، صبروا وشربوا المر والذل، شربوا كل حاجة فيها صبر، اتزينت لهم من كل الأمور، رضوا باللي ربنا اداهولهم، صبروا على كل حاجة، بقت عدوة لأولياء الله، عدوة لأعداء الله. يوم القيامة تبقى عدوة ليهم، لأن هي شغلتهم عن ربنا، بعدتهم عن ربنا، مسكوا فيها بايديهم واسنانهم، ظلموا وطغوا وبغوا وسابوا كل الاخره من اجل دنيا فانيه. ادعوا الله في السر انتم موقنون بالاجابه. الحمد لله رب العالمين. عيسى بن مريم عليه السلام يمر ومعه رجل يهودي، فيقول له عيسى بن مريم عليه السلام أتشاركني في طعامي؟ قال نعم. فلما وجد أن عيسى بن مريم معه رغيف واحد حزن هذا الرجل، يفكر أن سيدنا عيسى ده نبي وبتاع معه كتير. قال له لا، الرجل اليهودي كان معه رغيفين وسيدنا عيسى رغيف واحد. قال له أخرج ما عندك يا نبي الله، راح مطلع سيدنا عيسى رغيف، هو راح مطلع رغيف واحد. سيدنا عيسى ده يعني ربنا بيوحي لي،
قال له أليس معك شيء سوى هذا الرغيف؟ قال معي رغيف واحد يا نبي الله. قال له خلص زي بعض. صار سويا حتى وجد رجل أعمى فدعا له عيسى عليه السلام فرد الله له بصره. فقال له يا يهودي بحق من رد بصر هذا أليس معك رغيف آخر؟ قال لا يا نبي الله والله ما معي إلا واحد. سار سويا حتى وجد نهرا يعترض الطريق فأمسك بيد اليهودي وسار على النهر أو على سطح الماء دون أن تبتل قدمهما أو الأقدام حتى وصل إلى الشط الآخر. بحق من أراك هذه الآية وأمشاك على الماء فلا تبتل أليس معك خبز آخر؟ قال لا والله. سار سويا حتى وجد غزالة فذبحها عيسى بن مريم وأكل منها بعد أن شواها أكل منها ثم أمرها فأحياها الله سبحانه وتعالى فقامت. فقال له بحق من أراك هذه الآية من أكل الرغيف الثالث؟ قال والله ما معي إلا واحد. وسار سويا حتى دخل قرية فأخذ هذا اليهودي عصاة سيدنا عيسى وقالوا بأن الملك مريض فقال أنا أشفيه لكم. فضرب الملك بعصاة سيدنا عيسى فمات الملك فأخذوه كي يقتلوه. فعلم بذلك عيسى بن مريم عليه السلام فذهب إليهم وقال لهم اتركوا لي صاحبي وأنا أحيي لكم صاحبكم بإذن الله. خلاص خد العصاية اللي سلكها منه اليهودي ودعا الله سبحانه وتعالى فقام الملك وأخذ اليهودي وسار. بحق من أراك هذه الآية من أكل الرغيف الثالث؟ قال والله ما معي إلا رغيف. شوف الدنيا كل دي عشان نشوف الدنيا يا إخوانا، عشان نبني دولة قوية، مش بالبخل، مش بالفلوس اللي بتضيعها بقى منثورا على العري والخمرة والسكر الفلوس ما بتضيعش كده. بدل ما أصرفها على الجيش يا أخي أجيب بها أسلحة للجيش. بحق من أراك هذه الآية من الذي أكل الرغيف الثالث؟ قال ما معي إلا رغيف. مش ودخلوا قرية لقوا فيها ثلاث لابنات من ذهب، ثلاث جوالب طوب كده من ذهب. قال له هذا لي وهذا لك وهذا لمن أكل الرغيف الثالث. قال أنا أكلت الرغيف الثالث يا نبي الله. قال له لما عرفت أن أنت هتاخد الكم من الذهب ده عرفت؟ قلت دلوقتي أنا هاخد، أنا اللي أكلت الرغيف الثالث أكلته وأنت تصلي يا نبي الله. قال له خذ هذه الأكوام من الذهب أو اللبنات، كل ما يرفع لبنة مش قادر تجيلة خلاص ماسكة في الأرض. قال له اتركهم، فتركهم ونفسه تهوي إليهم. مشوا جم ثلاثة بعديهم قالوا الواحد فيهم روح هات لنا أكل وتعالى عشان نقسم الإيه شوية الذهب مع بعض. الاثنين اللي قاعدين قالوا احنا أول ما يجي هنقتله ونقسم الذهب على بعض. هو قال لك أنا الأكل اللي هجيبه أحط فيه سم وأموتهم وأخذ أنا الذهب وحدي. شوف الدنيا عملت إيه، جاب الأكل حط فيه سم قبل ما يجي عليهم قتلوه، خدوا الأكل كلوه ماتوا هم الثلاثة. أدي الدنيا. رجع سيدنا عيسى واليهودي قال له شايف هكذا تفعل الدنيا بأهلها؟ فالرجل اليهودي ما يطعش أبدا. قال يا نبي الله إني أريد هذه اللبنات. قال له الله ورسوله أولى. قال له أنا عاوز الذهب دوا. قال خذه فهو حظك من الدنيا. ودعا الله سبحانه وتعالى فأحيا الثلاثة الذين ماتوا وآمنوا وعادوا إلى إيمانهم وقال لهذا الرجل خذهم فإنهم نصيبك من الدنيا. فأخذهم فخسف الله به وبالذهب الأرض. الدنيا ما بتدومش الحد، الدنيا قليلة جدا. مش عاوزين نكره بعض عشان الدنيا، مش عاوزين نعمل في بعض كل شيء مش كويس عشان الدنيا، عاوزين نرجع لربنا، عاوزين نعلم أولادنا إزاي يحبوا بعض، إزاي يبنوا دولة قوية، إزاي يدخلوا بيت ربنا، إزاي يبقى أولاد اقتصاديين،
ازاي ما يفرقوش بين مسلم ومسيحي؟ ازاي المسيح يبقى اخو المسلم؟ ازاي تبقى حرية العقيدة؟ ودي ارادة ربنا في الكون ان يبقى فيه عقائد مختلفة مش بتاعتنا احنا. ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة يا اخي، ده ربنا اللي عاوز يبقى فيه ناس ديانات كتيرة وناس كتيرة مختلفة ولغات مختلفة والوان مختلفة، ودي ارادة ربنا في الكون. عاوزين نبني دولة قوية بالعقيدة بالاقتصاد بالحب بالود بالعدل. كل انسان يعلم ولاده كده، مش عاوزين نقول فاقد الشيء لا يعطيه. انت الاب، عرفهم بان الدنيا فانيه، يحبوا الناس، يحبوا الفقراء، يراعوا بعض، يراعوا الوطن اللي هم عايشين فيه، يخلصوا لمصر وتراب مصر وجيش مصر وشرطه مصر وقضاء مصر وقيادة مصر وحكومة مصر. لازم الكل يعرف ان هو عايش في دولة ليها مؤسساتها، دولة قوية بقيادتها، دولة قوية بشعبها، ربنا سبحانه وتعالى حفظها من فوق سبع سماوات وذكرها في كتاب العزيز 5 مرات، وهذا دليل قطعي على أن هذه الأرض مباركة من الله جل وعلا. وجاءها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيها 2 ركعتين على جبل الطور والطور وكتاب مستور. هذه البلد ذكرها المولى جل وعلا، وذكر جبل الطور وطور سيناء، وذكرت أيضا أرض سيناء الحبيبة في القرآن الكريم. لكم الله يا أهل مصر. نسأل المولى جل في علاه أن يكتبنا عنده من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر لنا عيوبنا، اللهم قض عنا ديوننا، اللهم اكتبنا عندك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم حافظ على جيشنا وشرطتنا ونيلنا وأرضنا وسمائنا وقيادتنا وشعبنا يا رب العالمين. اللهم اكتبنا عندك من الذين رضيت عنهم في الدنيا وفي الدين. اللهم حافظ على شبابنا وفتياتنا يا رب العالمين، واغفر لآبائنا وأمهاتنا يا كريم. وصل اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.